أخطر توكيد ممكن إن هو يغير العالم. من المعروف طبعا إن أي توكيد بيتزرع في عقلك الباطن بيتحقق بدون أي شك. ومعظم الأسئلة اللي بتيجي في فكرة التوكيدات، إيه هو أخطر توكيد ممكن يكون له مفعول السحر ويكون نتيجته سريعا؟ ومعظم الوقت الناس بيكون عندها توكيدات بتكررها بشكل يومي لفترات معينة، سواء 7 أيام أو 21 يوم أو أكثر، علشان إن هي تحقق النتيجة بتاعت هذا التوكيد. خليني في البداية أرحب بيكم في قناة النظام الطاقي وفي حلقة جديدة من حلقاتنا. معكم سواح، سجل اشتراكك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد. التوكيدات وخطورتها. فكرة التوكيد يا صديقي هي انك انت تزرع فكرة معينة او طلب معين وتأكده في عقلك الباطن، فبناء عليه يبدأ الكون كله يتفاعل، لان احنا عارفين ان الكون كله مسخر ليك بأمر رب العالمين عشان تحقق الهدف من هذا التوكيد. ونلاقي انك انت ممكن تعمل توكيدات على حسب الحالة اللي انت فيها وعلى حسب الهدف المطلوب، زي مثلا انك انت تعمل توكيد انه انا احب نفسي، او انك تعمل توكيد انا في خير وبخير، او انا مثلا احب الحياة الى اخره، او انا لدي رزق وفير الى اخره. مهما كان التوكيد اللي انت بتحاول انك انت تركز عليه وتزرعه في عقلك الباطن، السر اللي انا جاي ابسطه لك واعلمه لك وخليك يبقى معاك سلاح قوي جدا جدا من خلال فكرة التوكيدات اللي انا هعرفه لك في الحلقة دي، بسيط وسهل ونتيجته جبارة، لانك هتفهم المعنى الحقيقي من التوكيدات. فخلينا ناخدها خطوة خطوة يا صديقي، واقول لك الاول انه التوكيد هو تكرار جملة ما ايجابية تخصك وزرعها في عقلك الباطن، التربة الخصبة لكل شيء هتزرعه. بناء عليه يبدأ كل شيء حواليك في الكون يتفاعل مع الهدف ده اللي انت بتأكده من خلال هذا التوكيد. دي فكرة التوكيد باختصار. لكن لازم في بعض النقاط تكون انت فاهمها وعارفها وواثق فيها. هي انه لو انت مثلا حزين ومحتاج تغير حالتك للسعادة، مهما فضلت تقول انا سعيد انا سعيد انا سعيد، انت سيظل جواك حزن. ولو حتى مع تكرار هذا التوكيد بدأت تحس ببعض التغييرات، هتكون التغييرات بطيئة وضعيفة. طيب ايه السر اللي انا هعرفه لك واقوله لك فبناء عليه تغير حاجات كتير في حياتك؟ السر هو الخطوة، خطوتك وخطوة الكون. دايما احنا سواء في دعانا، سواء في توكيداتنا، سواء في فكرنا، في فهمنا، في كل شيء، بنكون متوقعين ان خطوة الكون هي السباقة. وكل واحد بيطلب طلب بيبقى مستني يشوف النتيجة من الكون نفسه، خطوة الكون نفسه، الوضع يتغير فبناء عليه هو يتغير. لكن يا صديقي لازم تبقى عارف ان خطوتك انت سابقة خطوة الكون. ودي سواء في توكيد بتزرعه او في دعوة بتدعو بيها او امنية انت بتطلبها، لازم تبقى عارف السر الكبير هو ان خطوتك انت بتسبق خطوة الكون. عارف لما بتيجي تلعب لعبة معينة واللعبة دي مثلا فيها بطل اللعبة بيتحرك وبناء عليه كل الحاجات الاخرى اللي هو بيصطادها بتتحرك وراه، نفس الفكرة كده. تخيل انك انت بترسم الان دايرة، الدايرة دي فيها واحد بيتحرك، كل ما بيتحرك هو كل ما كل شيء في الدايرة بيتحرك معاه بنفس حركته ونفس مستواه. لو اتحرك في الاتجاه الايجابي فبناء عليه كل الاشياء اللي في الدايرة دي بتتحرك وراه في الاتجاه الايجابي، ولو اتحرك في الاتجاه السلبي كذلك. ممكن الان انت ترسمها على ورقة كده وتشوفها. الدايرة دي خلينا نعتبرها ان هي الكون، والشخص اللي انت رسمته ده هو انت. الاتجاه اللي انت هتاخد فيه اول خطوة تبتدي تتحرك، كل شيء في الكون هيتحرك معك. فلما تصحى الصبح كده وتقول تعمل توكيد ان اليوم ده هيكون سعيد جدا بالنسبة لك، يبقى لازم تاخد اول خطوة في اتجاه السعادة. اول خطوة تاخدها، يعني انا قررت النهاردة اليوم ده هيكون سعيد جدا باذن الله، اشوف اي حاجة انا بتبسط بيها، اي حاجة تسعدني اعملها، ولو خطوات بسيطة ولو اشياء بسيطة، حتى لو كانت كوب قهوة، وتكون النية هنا هي جذب السعادة.
هتكتشف على نهاية اليوم ان كل اللي حصل في اليوم بالنسبة لك كان كله مجلبات سعادة، كلها كانت اشياء سعيدة ومواقف سعيدة واحداث سعيدة. ليه؟ لانك خدت خطوة ومشيت، فالكون بكل شيء مسخر فيه مشي وراك. انت خطوتك بتسبق خطوة الكون يا صديقي. فلما اجي اقول لك النهاردة عن اخطر توكيد، اخطر توكيد هو كل نية وكل كلمة بينطقها لسانك هتقع هتقع، فعالة فعالة، نشطة نشطة بدون اي تردد. ولكن يبقى لها المفتاح، والمفتاح هو الخطوة. فبناء عليه الان مطلوب منك انك تشوف كل التوكيدات اللي انت بتزرعها في عقلك. ممكن يكون عندك توكيد ان يكون شكلك مثلا جميل، ابدأ بقى الخطوة انك تهذب نفسك، ملابسك، شعرك الى اخره. اهتم بنفسك، اهتم بصحتك، اهتم بشكلك، اهتم بجسمك. كل دي خطوات انت بتعملها بناء عليه الكون بيسعى وراك. يبقى لما تقرر انك انت هتفعل توكيد معين وانت بتفعله نطقا فعله فعلا، وانت بتردده على لسانك بالنطق، خد خطوة برجلك، خد خطوة تنفيذية، خد خطوة في كل شيء واي شيء، وتفعل في حياتك الاهتزاز اللي هو سر التوكيد اصلا، بل هو سر نشأة الحياة وسر الحياة. الحراق، الاهتزاز، السكون ده يا صديقي مش موجود غير في الموت، الموت فقط. فلو انت بتسمعني الان لديك مشكلة، بتسمعني لديك هدف ولديك رغبة انك انت توصل للهدف وتحققه، بتسمعني لاي شيء مهما كان ولاي سبب مهما كان، انصحك نصيحة مهمة جدا يا صديقي. خد خطوة وفعل في حياتك الاهتزاز، الاتنين مع بعض هيخلوا اي توكيد في حياتك مهما كان يتحقق ويحدث. مش مطلوب منك يا صديقي غير انك انت بالورقة والقلم، زي ما فهمتك فكرة الدايرة، ممكن تعمل دايرة وتكتب فيها كل الحاجات اللي انت عايز توصل لها، دايرة كبيرة كده في الورقة، وتكتب كل الحاجات اللي انت عامل لها توكيد. وبعد ما تختار التوكيد المناسب، سواء كان للرزق، للصحة، للجمال، للتيسير، للراحة، للسعادة، مهما كان التوكيد ده، ابدأ قرر ايه هي الخطوة الاولى اللي انت هتخطوها علشان الكون كله يخطو وراك. هو ده سر التوكيدات. مهما لقيت توكيد معين وردد التوكيد ده في خلال 21 يوم يحصل كذا، وردد ده وردد ده، اعرف انه سيصبح معلق الى ان تخطو خطوة. تذكر فكرة الصدقة، الصدقة بتزيد المال لسبب واحد يا صديقي، انه انت بيكون جواك في اللحظة اللي انت بتعطي فيها صدقة ان انت عندك وفرة، او انت افضل ماديا من هذا الشخص المحتاج اللي انت بتعطيه الصدقة. فبناء عليه خدت خطوة، وبناء عليه زرعت التوكيد جواك بدون ان تشعر. جواك شعور بالوفرة، جواك شعور بالوفرة ولو بشكل محدود على هذا الشخص اللي انت بتعطيه. ممكن ما يكونش وفرة كبيرة وانت عندك وفرة اكتر من كل المحيطين بيك، بس على الاقل في هذه اللحظة، في هذه الثانية، في هذا الموقف، انت عندك وفرة اكثر من هذا الشخص الذي يأخذ منك المال، يأخذ منك صدقة. هذا الشعور اللي اتولد جواك في هذه اللحظة هو ده سر زيادة المال اللي ربنا وضعه في كونه، هو ده سر الزيادة وسر الوفرة. خد خطوة تجعل التوكيد جواك مولود وموجود شعوريا، تكون حاسه ومزروع في عقلك الباطن، وقتها بس كل توكيد هتحدده سيتحقق، سيتحقق. وخلي بالك احنا بنتكلم ايجابي، فخلي بالك انه اي توكيد سلبي وممكن تاخد فيه خطوة بدون ان تشعر، برضو الكون هيدور وراك بكل مسخراته في الاتجاه السلبي. فنقطة من اول السطر، وقف وشوف انت توكيداتك ايه وبتخطو في اي اتجاه. مش هطول عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.